يوم الجمعة 17 نوفمبر الساعة 6:29 دقيقة، نشهد أول ظهور لنا على اليوتيوب. هذا كان مقطع بسيط بس حبيت أشكركم فيه على 300,000 مشاهدة و 2500 متابع ومشترك. شكرا شكرا لكم. مقطع 50,000 سلام ويا ويلكم. 50,000 مشترك وصلنا 50,000 يا سلام. في سؤال كتير تكرر واللي هو من وين بجيب أفكار مقاطعي؟ من المعاناة. فعلا مقاطع تجي من المعاناة، هي مواقف بتصير معنا كل يوم، فأنا اكتشفت أنه مو أنا الوحيد اللي بمر بهاي المواقف. فالفكرة أنك أنت تأخذ موقف مهما كان بسيط ولا سبونج بوب وزن أيهم وزن اوكي، تاخذ موقف مهما كان بسيط بتشده وبتبهره لحتى تساوي سكتش. في اسئله تكررت واللي هي معلومات عني، يعني هويه شخصيه. انا راح اختصر عليكم هاي الاسئله كلها وجاوبكم هيك جواب بالاشياء اللي انا بدي اجاوبها. اسمي ايهم نمر، من سوريا، مو عايش بسوريا، وبعد 13/11 يعني بعد تقريبا 10 ايام من تصوير هذا الفيديو راح صير 22 سنه. يعني اعتقد وصلت لكم الفكره صح؟ حاحط لكم رابط عنواني اذا تحبوا تبعتوا هدايا. هديتي هي سبسكرايب، فاذا ما لك عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب. يا جماعة الخير، أنا أبي هدية ملوك، أبي هدية ملوك، هدية تجملني، لا تنشدوني عن سعرها، أبي هدية. ما علينا، دراستي هاي هتاخذ وقت منيح. دراستي فيجوال كوميونيكيشن ديزاين. ما لك عرفان شو فيجوال كوميونيكيشن ديزاين؟ أنا حالك شو فيجوال كوميونيكيشن ديزاين؟ تصميم تواصل بصري إذا سويناها بالعربي. فهو بالمختصر جرافيك ديزاينر، صمم بس ندرس التواصل، وهذا المختلف عن الجرافيك ديزاينر. دراسة التواصل بتخلينا أعرف كيف تواصل معكم، كيف وصل رسالة من خلال الأشياء أو الأشياء البصرية اللي تتصمم شو ما كانت تكون، حتى أحيانا السمعية. أعتقد كان هذا أفضل اختصار بعمله لمجالي، ما أعرف إذا وصلتكم الفكرة بس مشوها. أعتقد هاي المعلومات كافية لحد الآن. لون عيوني ما لكم مهتمين فيه فخلص. سؤال مهم جدا، كيف بلشت القناة؟ برمضان 2014 كنت مهووس بماينكرافت أنيميشنز، فكنت بفتح اليوتيوب وقعد أتفرج على الماينكرافت أنيميشنز بشكل مجنون. كنت كتير حبهم، يعني هيك غريبين لأنه كتير دقتهم عالية كانت، بس بشخصيات ماينكرافت وبعالم ماينكرافت ومنعملة ببرامج 3D. فجاني الفضول إني أعرف كيف تنعمل، فقررت إني أبحث كيف تنعمل. بالنسبة مين شجعني فوت على المجال، في 2014 لما حبيت الأنيميشن قررت أتعلمه. كنت أفكر إنه خلص بدي أفتح قناة على اليوتيوب، وأنا من زمان كنت أتابع اليوتيوب وشوف دحومي 3 ساعات وشوف أمثلة كتيرة، وأنا كنت أحب إنه إني أطلع قدام يوتيوب وأسوي شيء على اليوتيوب، لحد ما لقيت الانيميشن انه هي فكره كويسه اني ابلش فيها. بعد ما خلص رمضان، بعد ما سويت اول انيميشن لي كان هيك تست سريع كمان ماينكرافت، بعد رمضان رحنا على العمره. من وقت ما عملت اول انيميشن اللي هو ما نزلته على اليوتيوب قررت انه افكر بالموضوع انه بدي افتح قناه باليوتيوب. فبالعمره دعيت انه اذا كان هذا الشيء فيه خير فانه يتيسر، وفعلا سبحان الله رجعت هيك حسيت انه واو، لا انا هلا لازم دغري افتح قناه اعمل انيميشن ونزل دغري على القناه، ونزل اول انيميشن بالقناة او اول فيديو بالقناة كله. اللي شجعني كان انا، ما كان في كتير ناس حوالي مهتمة بموضوع اليوتيوب، لكن هدول نوعية الناس اللي مثلا بيوصلوا لمكان بيقول لك انا كله كان ضدي، انا ما احبهم. فعليا حتى لو الناس ما اتفقت مع الفكرة اللي انت عم تعملها، بس هن بطريقة او باخرى هن عم يدعموك. فمثلا اهلك ممكن ما يكونوا عارفين انت شو عم تعمل، بس هن عم يدعموك من ناحية انه وجبة ممكن يطبخوا لك اياها، من ناحية شغلات بيشتروا لك اياها، اولويات بحياتك، هذا كله دعم يعتبر. كلمة حلوة ممكن تسمعها، حتى احيانا ممكن رفقاتك قاعدين يتمسخروا عليك كل شيء، بس بعدين باخر المسخرة هي كلها هيك بس مشان يعملوا جو، يجوا يقولوا لك كلمة انه لا لا استمر، يعني حلو كذا، بس طور، بس اعمل، بس ساوي، هذا كله يعتبر دعم حتى لو ما كان مادي قد يكون معنوي. بس اذا بدنا نقول مين خلاني فوت على اليوتيوب، هذا كله كان اجتهاد شخصي، وانه انا كنت احب اليوتيوب. قبل رمضان 2020 بالتحديد سويت اخر انيميشن واللي هو لكاسا دي بابيل بماينكرافت. خلال الحجر ب 2020 كان عندي ماده بالجامعه ديجيتال ستوري تيلينج، او اللي هو شو يقولونها بالعربي؟ روايه القصه بس بالديجيتال. فمن وقت الاستاذ كان عم يعطينا انه كل اسبوع لازم نعمل فيديو، هذا الفيديو راح ينزل على حساب الانستغرام، عملناه لهذا الكلاس بالتحديد. فمن هون انا اكتشفت انه انا ممكن اروي قصه. الموضوع ما بلش كوميديا، بس اكتشفت انه في لاينات كثيره محطه لها علاقه بالسخريه خلينا نقول. فمن هون بلشت فكره اني اعمل سكتشات، ولليومكم هذا بعمل سكتشات.
من 2014 لليوم مريت تغيرات كتير بقناتي، جربت الانيميشن، جربت اللي هو الماجيك تريكس مثل زاكينج اذا بتعرفوه، جربت الجيمينج باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه. خصوصا خلال فتره الحجر كان في تغيرات كتير هيك اللي بدي اعمل شيء، عرفت؟ فصرت اعمل اي شيء، جربت لايف ستريمز حتى على تويتش، جربت اشياء كتير لحد ما بالاخير اكتشفت انه انا بقدر اروي قصه. فبلشت عندي فكره اني اطلع قدام كاميرا اروي قصه معينه، حاول اوصل افكار حتى لو كانت طريقة غير مباشرة. ليش هذا المجال دون عن غيره؟ لأنه هذا المجال تقدر من خلاله أنت تعمل فيديو قد يكون للضحك، بس أنت فعلياً عم تورجي مشكلة موجودة بالمجتمع حتى لو ما أنت أعطيت حل. لأنه أحياناً مو المطلوب منه أنه نحن نعطي حل، بس المطلوب منه أنه نورجي أنه في مشكلة للناس، مشان اللي عنده حل يقدر يعطي حل. الفيديوهات الطويلة من يوم ما بلشت بالشورتس صار في ازدياد، ويوتيوب دائماً عم يقول إنه ننزل شورتس، فأنا حضل ننزل شورتس. في فيديوهات طويلة، هذا فيديو طويل، أول فيديو طويل بعد الشورتس تخيلوا. بس في فيديوهات، في افكار طويله بس بدها شغل، وانا حاليا باخر فصل دراسي بالجامعه عم ركز بهذا الموضوع، وان شاء الله بس افضى تماما هعمل سلسله تكون طويله، يمكن برمضان، ممكن. من وين جايب كلمه استاذي؟ كلمه استاذي يا جماعه الخير هذا بيوم من الايام على تيك توك في احد الفيديوهات اللي برمج على تيك توك. قررت اعمل سكتش، وهذا السكتش لازم يكون فيه شخصيه. انا هيك فكرت انه موظف غثيث هيك كتير مستفز، تمام؟ فقلت لحتى هذا الموظف يكون مستفز وهي شخصية تكون مستفزة لازم يكون عندها كلمة أو شغلة الناس تعرفها فيها. فطلعت معي كلمة أستاذي، فصرت أقول أستاذي كتير، أستاذي كيف حالك، أستاذي 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 أستاذي، عرفت؟ فخلص يعني أنت تحس إنه خلص ولعيت أستاذي يعني. فمن هون طلعت كلمة أستاذي اللي بعدين اكتشفت إنه هي مو مستفزة، حبيتوها يعني، صارت شعار حاططها بالبايو تبع اليوتيوب تبعي، والكومنتات عندي كلها استاذي يعني، حتى اللي عم يسالوا اسئله كانوا عم يكتبوا استاذي، بعدين سؤالهم بعدين استاذي. اوكي، من وين طلعت فكره سكتشات باب الحاره؟ اغلب ايامي بضل فايق بعد صلاه الفجر مشان اصور، بعدين بروح على الجامعه، بعدين برجع على البيت برفع لكم الفيديو. ففقت من يوم من الايام كتبت لصاحبي احمد، كتبت له انه بدي افكار، بدي افكار، ما عندي افكار. اسكت شويه يا ابني، عم فكر لك بفكره. يلا يلا كتاب، يلا قلي شو الفكرة، مش عارف عليك قضية انك عم تسرق افكار. يلا يلا عارف عليك قضية عند دارة ال شو كان اسمها هي الترفيه. انا اوريك، طلع لفراسك الحين، اطلع لفراسك انا اوريك. فمن هون طلعت ونزلت الفيديو على تيك توك وجاب اكثر من نص مليون مشاهدة، ف وكتير حبيتوه انتو، فالحمد لله. هلا انه ما في دعم او ما في فيوز ممكن يوقف، بيوقف كنت وقفت انا من زمان، لانه من 2014 الى 2022 اوغست كانوا متابعيني 7000، ولو بدي وقف كنت وقف بهداك الوقت خلال هاي السنين كلها. بس الحمد لله استمرارية مهم. بعد 6 سنين باليوتيوب هاي لسه البداية بالنسبة لي، ما حققت الاشياء اللي كنت متخيلة واللي كانت ببالي. 1,700,000 مشاهدة حاليا، حلوين، لا أنا المفروض بس اليمين، بس لسه بنطمح للأكثر. الحمد لله خلال 3 أشهر وصلنا من 7000 ل 50,000 مشترك. شكراً لكم. هل التعليقات البناءة بتساهم بالتطور؟ أكيد، حتى السلبية. دائماً الواحد لازم يسمع التعليقات السلبية، لأنه التعليقات السلبية ما فيها تمسيح جوخ، ما فيها إنه أوه وحش استمر كفو يلا، حتى لو كان على الغلط. فالتعليقات السلبية أحياناً مهمة جداً إن الواحد يسمع له، بس تكون باحترام يعني. التعليقات البناءة حتى وإن كانت سلبية يعني، بس ما فيك تعتبرها سلبية أصلاً، إنه هي تبناء بالأخير، حتى لو كانت عكس متوقع أهم شيء تسمع له بما إنه في احترام التعليق فتسمع له. هل أثرت فيني التعليقات السلبية بالبداية؟ لا، لأنه ما كان يجي كتير تعليقات سلبية ولله الحمد. أنا كنت دائماً متخوف من فكرة التعليقات السلبية، بس كانت قليلة كتير 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 قليلة كتير قليلة، لأنه الناس ما بتشوفني من الأساس ولا كيف ما أعرف، بس كانت قليلة جداً. بس بالنسبة لي لا، ما بتأثر فيني، لأنه مثل ما قلت إذا كانت فيها احترام وعم يحكي لي إنه مثلاً تصوير فيه مشكلة أو شو ما كان أو أدائي فيه مشكلة، فبسمع بالعكس بحاول أطور. بالنسبة للأدوات اللي بستخدمها، نيكون دي 5300، كاميرا أخي سارقها. بالنسبة لللايت، جودوكس من أمازون، كمان أخي شاري لي، بس أخي الثاني اللي أكبر من اللي سرقت منه الكاميرا. فواضح وين رايح، حياتي كلها سرقة، حياتي كلها الأشياء اللي معي مو أنا جايبه تقريبا، لا هذا أنا جايبه. صار عندي حفل تخرج، تخيلوا قبل ما أتخرج. The way to excellence is way too long. We can overcome mountains of difficulties and the aim is
to be the earth builder among those who are trying to destroy it. باقي الفصل بس على أنه عيب علينا. ثاني هدية فلوس فاشتريت فيهم أغراض اللي هي الجرين سكرين وهذا اللايت نستثمر بالعلاقات اللي مؤسسينا مع الأخوة والأصحاب. ما فيه تأسيس علاقات ولا نصب بس. أعتقد الفيديو طول بزيادة. بالمستقبل هحاول جاوب على أسئلة أكتر بفيديوهات أكتر. هاي الأسئلة اللي تكررت كتير حبيت جاوب عليها والأسئلة اللي لها علاقة بدخولي بعالم اليوتيوب بس بشان كبداية لأني أعمل فيديوهات طويلة سولف فيها معكم. شكرا لكل شخص اشترك بالقناة، شكرا لكل شخص علق أو شخص شاهد أي من فيديوهاتي. إن شاء الله مستمرين. هدفنا 100,000 قبل نهاية هاي السنة، ما أعرف إذا بنوصل ولا لا بس بنحاول. هذا هدف، إذا ما زبط ناخذ السنة اللي بعدها. نصيحة لكل حدا فايت هالمجال، استمر اعمل محتوى بتقدر تعيد رفعه مرة ثانية. اليوتيوب شورتس ما نجحت فيها غير لأنه أنا كان عندي محتوى أصلا من التيك توك، رجعت رفعته واستمريت برفعه يوميا. إذا بدك ترفع فحط لحالك قاعدة، إذا يوميا بدك ترفع يوميا بنفس الوقت، إذا أسبوعيا فبدك ترفع بنفس اليوم كل أسبوع بنفس الوقت. أهم نصيحة هي الاستمرار. لا تسبسكرايب ولايك مشان نحقق هدفنا للمئة ألف قبل نهاية هاي السنة. شكرا لكم مرة ثانية. حرد على كل التعليقات وشوفها كلها مثل العادة.